أهلا بكم في برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين إن كان عبر الهاتف أو من خلال تفاعلكم على منصات التواصل الاجتماعي حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية. يمكنكم المشاركة معنا عبر الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة أو من خلال رسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب. نبدأ مع الملف الأول. أغلبنا يتذكر برنامج الرياضة في أسبوع، ذلك البرنامج الذي استمر لأكثر من 30 سنة، وتلك الموسيقى المميزة لهذا البرنامج. مقدم البرنامج توفي اليوم شيخ المعلقين الرياضيين العراقيين مؤيد البدري بعد صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز 88 عاما بعد صراعه مع المرض. ويعد مؤيد البدري رمزا من رموز الرياضة العراقية حيث عمل مقدما للبرامج الرياضية، كما تولى إدارة الاتحاد العراقي لكرة القدم لعشر سنوات من عام 1977 لغاية 1988. يعد البدري المولود في منطقة الأعظمية في العاصمة في بغداد عام 1934 من أشهر الشخصيات الرياضية والإعلامية العراقية المعروفة محليا وعربيا بفضل برنامجه الشهير الرياضة في أسبوع كل يوم ثلاثاء عبر شاشة تلفزيون العراق على مدى 30 عاما منذ عام 1963. كما يعتبر البدري واحدا من أبرز المعلقين الرياضيين في العراق وفي الدول العربية، واقترن اسمه ببطولة كأس الخليج. غادر البدري الذي تخرج من معهد التربية الرياضية العالي في جامعة بغداد عام 57 قبل أن يكمل دراسته في الولايات المتحدة الأمريكية، ثم عاد إلى العراق واستقر في العاصمة، ثم عاد إلى العراق بعد ذلك في عام 1994. استقر في العاصمة القطرية الدوحة وعمل مسؤولا إداريا في النادي العربي لسنوات عدة هناك. وقال عائلته اليوم بأنه توفي في إنجلترا وسوف يوارى الثرى في إنجلترا. أيضا عاش في لندن 7 سنوات. مقطع فيديوي لاستذكار بعض محطات الراحل شيخ المعلقين العراقيين مؤيد البدري، دعونا نتابع هذا المقطع. متسلل للهدف الثاني للمنتخب الوطني. تحية، ويسرني أن ألتقي معكم في حلقة خاصة. أعزائي المشاهدين، اليوم يكون البرنامج قد أكمل 30 سنة وأسبوعا واحدا. شريط سريع يمر أمانة. استاذ حمد ناظر لاعب، احنا لازم باقينا 14 دقيقة نحافظ على النتيجة. وأحمد راضي ممتازة، روح أحمد، روح روح اضرب الجول كان مؤيد البدري رحمه الله له فضل في نشر الوعي الرياضي بين الجمهور العراقي. طبعا تفاعل الجمهور العراقي على وسم مؤيد البدري وأبدى حزنه على رحيل هذه القامة، ومنهم من غرد وقال تحت وسم مؤيد البدري على تويتر كالكابتن عدنان حمد، قال أستاذنا الكبير مؤيد البدري في ذمة الله، نسأل الله سبحانه أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون. الصحفي العراقي إياد الدليمي غرده الآخر وقال مؤيد البدري ذاكرة جيل وصوت مدرسة، علمتنا معنى أن يكون الوطن قضية في كل شيء. أمامة قالت وفاة شيخ المعلقين الأستاذ مؤيد البدري رحمه الله، كان مؤيد البدري أهم رموز الرياضة العراقية، وكان برنامجه الرياضة في أسبوع
مدرسة رياضية منوعة للشعب العراقي، ومرة أخرى نفقد كبيرا من كبراء العراق خارج الوطن. إيليا، رحيل شيخ المعلقين مؤيد البدري عن عمر ناهز 88 عاما رحمه الله وأحسن مثواه وأسكنه فسيح جناته. طبعا تغريدات كثيرة كانت على منصات التواصل الاجتماعي تعبر عن الحزن لرحيل هذه القامة العراقية، شيخ المعلقين العراقيين. هو لم يكن فقط يعني مقدم برنامج الرياضة في أسبوع، ولكن كما أشرنا في البداية بأنه تولى إدارة الاتحاد العراقي لكرة القدم لمدة 10 سنوات منذ العام 1977 ولغاية عام 1988. أكمل دراسته في جامعة بغداد، ومن ثم سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإكمال الدراسة هناك، ويعني رجع إلى العراق وقدم برنامج الرياضة في أسبوع لأكثر من 30 عاما قدمه الراحل مؤيد البدري. يعني كان هذا البرنامج الذي يأتي على شاشة التلفزيون العراقي كل يوم ثلاثاء، كان الكثير من العوائل العراقية ينتظرون هذا البرنامج بشغف كبير. معنا اتصال عبد الرزاق من بابل. عبد الرزاق، يعني رحل مؤيد البدري شيخ المعلقين العراقيين اليوم وهو خارج الوطن، توفي في إنجلترا وسوف يوارى الثرى هناك بحسب وصيته كما نقل ذووه. يعني ذكرى أليمة أو يعني حادثة أليمة، وكذلك يعني عبر العراقيون بأن رموز العراق يموتون خارج الوطن. تفضل عبد الرزاق. السلام عليكم. أهلا وسهلا بك. وعليكم السلام ورحمة الله. دكتور عمر، عجز نفسي والشعب العراقي والجماهير الرياضية بفقدان قامة من قامات العراق وشيخ المعلقين. نعم. الأستاذ مؤيد البدري. نعم. دكتور عمر، بالنسبة للمعلق والشيخ المعلقين الأستاذ مؤيد البدري صاحب الحنجرة اللي صدحت بحب العراق، صدحت هذه الحنجرة في الدفاع عن العراق في ميادين كرة القدم، وذكرت المسترجع الذاكرة في بطولة شباب آسيا فوز العراق على إيران. من أتى الأستاذ مؤيد البدري انطلق لأنه في تلك الدورة فاز العراق، وصوت مؤيد البدري يعلى من خلال المذياع. فإحنا صراحة يعني من الشب يعني تمسكنا وحبنا لبلدنا، ومن خلال الصوت اللي العراقيين هتفوق هذا الكاس يلمع وعيونهم تدمع. إن شاء الله دائما أعداء العراق عيونهم تدمع وتبقى عيون العراقيين وقلوب العراقيين، كل من يحب العراق يقوى إن شاء الله لامع في الحب واللسانية. يعني سمعنا الخبر الرجل اللي أثنى حياته بحب العراق، حب الجماهير العراقية، حب المنتخب العراقي اللي كان مؤيد البدري الماجير العراقي. يعني احنا بالمشاهدة الرياضة اللعبة واللعب العراقي، لكنه صوت مؤيد إلى ميزة خاصة. نعم. يعني شدك للمباراة. فالرحمة والخلود لهذا الرجل، هذا تحياتي لك. شكرا لك عبد الرزاق من بابل. كان معنا أبو علي من لندن. أبو علي، نتحدث في هذا الملف عن رحيل شيخ المعلقين العراقيين ورئيس إدارة الاتحاد العراقي لكرة القدم الأسبق لمدة 10 سنوات الراحل مؤيد البدري. ماذا تقول في يوم رحيله؟
يا الله سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. حياكم الله. يا هلا بك. أعزي نفسي وأعزي عائلة الفقيد مؤيد البدري وأعزي أحرار العراق شرفاء العراق بهذه القامة رحمة الله على روحه. شوف كان أول الكرة بها معنى، الرياضة لها معنى، كان بلد بلد يقودها يقودها قيادة. الآن لا أكو كرة ولا أكو ثقافة ولا أكو تعليم، كل شيء ماكو، كل شيء ماكو، صفر. رحمة الله على روح هذه القامة البطلة مؤيد البدري. نعم، يعني أبو علي، رموز العراق يموتون خارج العراق ويدفنون خارج العراق، مع الأسف. لماذا؟ طبعا ما يقدرون يرجعون أخي، ما يقدرون يرجعون. هؤلاء الشرفاء يموتون خارج العراق، يموتون بالغربة، يندفنون بالغربة، ما يقدرون يرجعون إلى وطنهم لأنه ميليشيات جاي تحكم العراق. شلون يرجعون؟ شلون يرجعون إلى وطنهم؟ ميليشيات جاي تحكم العراق مثل مؤيد البدري وأمثاله وأمثاله. ذاك اليوم توفى شو اسمه وزير الثقافة سابقا، ها هم اندفن خارج العراق، اندفن خارج العراق. ما يقدرون يرجعون أخي، ما يقدرون يرجعون. بلد يحكموه ميليشيات، يحكموه عصابات. نعم. شكرا لك أبو علي من لندن كان معنا. دعونا نذهب إلى الملف الثاني أعزائي المشاهدين في حلقتنا لهذا اليوم. قبل أكثر من أسبوع تسربت أسئلة الرياضيات للصف الثالث المتوسط في العراق وتوقفت امتحانات الطلبة. عانى الطلاب إثر هذا الأمر من صدمة كبيرة في وقتها، وفي وقتها وعدت وزارة التربية بإلقاء القبض على من قام بتسريب هذه الأسئلة. يوم أمس أفاد وزير التربية علي الدليمي في حكومة مصطفى الكاظمي بأن حارس بناية تربية الرصافة الثانية تمكن من الحصول على أسئلة الامتحانات وقام بتسريبها. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده وزير التربية يوم أمس الجمعة، وأعلن فيه بأن نتائج اللجنة التحقيقية الخاصة بقضية تسريب أسئلة طلبة الثالث المتوسط في مقر الوزارة بالعاصمة بغداد، وأن الحارس تمكن من الدخول إلى القاصة أي الخزنة التي فيها الأسئلة، واستطاع سرقة هذه الأسئلة. كما أكد الوزير بأن هناك جهة تقف وراء الحارس دون أن يسميها. دعونا نتابع تصريح وزير التربية في العراق عن القاصات الموجودة في اللجان الفرعية. قاصات محصنة، لكل قاصة ثلاث نسخ من المفاتيح، هذه النسخ توزع لثلاثة أشخاص بحيث القاصة لا تفتح إلا بحضور جميع الأعضاء الذين لديهم هذه النسخ. بمعنى إذا حضر اثنين من الأعضاء والعضو الثالث تأخر عنهم قليلا، القاصة لا يتمكن من فتحها الموجودين الأعضاء الآخر. طبعا الشخص اللي للأسف استغل تهاون وتقصير أعضاء اللجنة الفرعية هو حارس البناية الموجود في المديرية العامة لتربية بغداد الرصافة الثانية، تمكن من الحصول على نسخة الباب الرئيسي للقاصة ودخل إلى داخل القاصة للأسف، وتمكن من المفاتيح كانت مال القاصات داخل القاصة الامتحانية الرئيسية، وتمكن من فتح القاصات والتلاعب بالمغلفات الامتحانية. طبعا الحارس أيضا أكو جهة أخرى الظاهر هي اللي ورطت في هذا الموضوع وتمسح بالأسئلة وبيعها لهم مقابل مبالغ مالية، والجهة اللي وصلتها الأسئلة قامت بنشرها وبيعها أيضا إلى بعض مواقع التواصل الاجتماعي. استغرب العراقيون على منصات التواصل الاجتماعي وعبروا عن تهكمهم من اتهام وزير التربية لحارس بناية، وتساءلوا حتى لو كان هذا الأمر
صحيح، فأين هي الجهات المسؤولة عن حماية الأسئلة؟ دعونا نذهب إلى تفاعل الجمهور العراقي على منصة فيسبوك. هيثم إبراهيم الصالح علق وقال: على اعتبار الأسئلة كانوا ضاميها بالثلاجة مال الحارس لو فوق السطح يم التانكي الأحمر، والله كان استحيتوا على هيش تصريح يقول يخرب ضحك. أما صلاح فقال: أنا عبالي أبو الشاي حصل عليها وسربها، طلع الحارس محصل عليها، يقول عجيب غريب ويضحك صلاح. أما محمد فقال: العذر أقبح من الذنب، ذكرني قبل سنوات من أكلة الطيور الحنطة من مخازن وزارة التجارة. هذه حادثة وقعت قبل سنوات، ويعني وزارة التجارة قالت بأنه بسبب الحمام يعني نفذت الحنطة في بعض المخازن. قال يعني ذكرني قبل سنوات من أكلة الطيور الحنطة من مخازن وزارة التجارة والفيضانات أتلفت المليارات. كذلك قبل سنوات يعني مليارات من الدنانير العراقية قالوا بأنها أتلفت بسبب الأمطار، أتلفت المليارات في وزارة المالية. أما رشيد فقال: يا وزير الصدفة كما سماه، هذا منطق وزير يتساءل؟ يقول: إذا الوزير هذا حالة معناها نقرأ السلام على التربية والتعليم، صدق لو قالوا إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. معنا اتصال أحمد من مصر، تفضل أحمد. أهلا وسهلا بيك. كوفة حيك مصر والسادة المشاهدين والسادة المشاهدين. نعم. بالنسبة لما يسمى مقتضى الصدر اللي بيدعي الإصلاح، إن هو رجل مصلح في العراق منذ 2003 منذ سقوط النظام الوطني السابق، شنو اللي سواه؟ أنت راجل بقالك 20 سنة بتحكم في العراق وطول على النظام السابق، النظام الدكتاتوري والنظام البائد كما تدعي، شنو اللي سويته للشعب العراقي؟ أنا بتكلم بس خلي الشعب العراقي يسمعني زين. الناس بالذات الناس الشيعة على البيت، شيعة على البيت، الناس في جنوب العراق، شنو اللي سوى الرجل؟ يقول لك انا راجل اصلاحي وراجل مش عارف ايه. الراجل ده بيلعب على حبلين، شويه مع دول وشويه مع دول. فهو راجل انت بسويش سويت مستشفى للمرضى السرطان، سويت مدرسه للناس تتعلم فيه. انت معايا يا استاذ عمر؟ شنو اللي سواه؟ انا عايز افهم، افهم شنو اللي سواه راجل؟ بيقول لك انا راجل اصلاحي من 2003، تقول لك انا بدأ بالاصلاح والناس بتصدقه. فهو شنو اللي سواه؟ عمل مستشفى للناس المرضى السرطان، عمل مدرسه بلا مدارس، بلد فاشله، بلد الميه ماكو. انا بتكلم باللغه العراقيه عشان الناس تفهم علي. انت كنت عايش بالعراق؟ المصري؟ لا انا ما سافرتش للعراق، انا راجل مصري بس بعرف بتكلم اللهجه العراقيه عشان الناس تفهم علي. لا عاد اتكلم مصري مفهومه لهجتك. انت فاهمني يا استاذ؟ فاهمك نعم. بتكلم يعني شنو اللي سواه للشعب العراقي؟ بقاله من 2003 بيحكم العراق. انا بقى عندي كلام الناس الشيعة اهل جنوب العراق. نعم. شكرا لك يا استاذ، شكرا احمد من مصر كان معنا. ابو عبد الله من صلاح الدين، ابو عبد الله تحدثنا في هذا الملف وعرضنا تصريح لوزير التربية علي الدليمي، وقال بأن حارس بناية الرصافة الثانية، تربية الرصافة الثانية، هو من استطاع الدخول إلى القاصة إلى الخزنة وقام بسرقة الأسئلة وتسريب هذه الأسئلة، وقال بأن هناك جهة خلف هذا الحارس لكن لم يسمها. هل يعقل بأن حارس يستطيع اختراق يعني هذا المكان الذي من المفترض أن يكون محصن وأن يكون محمي من قبل القوات الأمنية ومن قبل المسؤولين في وزارة التربية؟ ما هو تعليقك؟ أهلا وسهلا أبو عبد الله من صلاح الدين، تسمعني؟ استاذ عمر، أنت ركز على الحكي مال الوزير. يقول ثلاث مساخ مفاتيح لو طافة. نعم. وبعدين محطوبة المفاتيح بها المفاتيح. نعم. يعني أنت عليه من حتجذب؟ أنت عليه من حتجذب؟ قل له تجذب على ناس ما عاد تفهم؟ نعم. الراعي مال الغنم؟ عمي انت مو وزير تربيه، عمي عزل بطل. نعم. في والله المفاتيح اربع ثلاث نسخ، كل نسخه هذا بعدين تحط الحق بقافه ثانيه
استولى على المفتاح مال القاصة لأن المفتاح منو كان؟ هذه ليش سألها؟ واللقاء مال اليوم أول خلينا نقول الفرع المؤتمر الصحفي وين كان الرب براسه مال الليل؟ نعم شارب أبيض أحمر عمي خلي يسكتون على جايفاتهم أسئلة حتى تنباع مليارات راح يدمرون دمروا البلد مو راح يدمرون الفلس نعم هذه الله لو وقت صدام حسين اول ما يعلق الوزير زين هو قال اكو يعني لو سلمنا بهذه الروايه قال بان هناك جهه لو سلمنا بروايه وزير التربيه قال اكو جهه وراء الحارس ليش ما سماها هاي الجهه برايك نسميها لان الجهه هو من ضمن الجهه استاذي هو من ضمن الجهه حبيبي بس ماني ناس لحد التسعينات تجي الأسئلة للمدرسة إذا متى إذا ما يحضر المدير والمدرسين مع الامتحان مضروبة بشرطة إذا ما يحضر كل 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 الطاقم مع الامتحان ما ينفتح الشمع شمع مو قاصة نعم عايز اللي قاصة مفاتيح تعالي ما يحضرك حضرك على نفسك على العالم العالم مو مضحكة يا ذا نعم ترى هذول ناس إصابات اللي يدمرون البلد يدمرون التعليم دمروا الزراعة نعم دمروا الصناعة ودمروا للبلد كله دمروا البنية التحتية كلها نعم هاي نفس داعش داعش يريد بشر همجي وهسه المسؤولين يريدون بشر همجي والقانون هسه حيطبق على الفقير هسه ذبت براس الحارس انت ليش ما تحاسبه بالمفاتيح نعم ويا خلى المفاتيح ماله يعني هو من يرفع يقول اقسم بالله العظيم على شنو يقسم بالله العظيم ناس خوانا جبتي تحت البطال الأمريكي مو على الدبابة الأمريكية تحت البطال الأمريكي ذيول إسرائيل أمثال إسرائيل نعم أنا أشكرك ديول. أبو عبد الله من صلاح الدين كان معنا محمد من أمريكا محمد رأيك بتصريح وزير التربية حول تسريب الأسئلة قال أكو حارس هو من سرب الأسئلة في تربية الرصافة الثانية ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا ونعزي نفسنا يوم توفى مؤيد البدر الله يرحمه الله يرحمه ويرحم أمة محمد آمين أستاذ عمر عمر أنت هي هاي البلد يحكمون عصابه دبوها براس ابن الخايفة عم الحارس شعلي هي واحدة من مجلس النواب كفيلك محمد هي باقت الأسئلة عم وين راح لسبوها هتلي كفيلك محمد لا يعلقها على جسم الجمهورية عم ذولي حشاق حزالة ذولي مجرمين حرب ذول أنجس من داعش عمي والله العظيم هم دمروا البلد ذول هم صالح إيران يشتغلون كفيلك الله أما هذا مو مجلس نواب عم روح شوف هاي الكرادة كفيلك محمد كل فرع تكرم بيها دعارة ملاهي ما نشوف عمي شو يحكمون البلد ذول هم زمرة ما حشاق ما دعارة هم ذول قواويد وجابوهم يحكمون العراق لا بس بدون تجاوز أرجوكم والله عيبت العيبة والله العظيم محمد من أمريكا كان معنا ونؤكد دائما بأنه المتصل هو يعبر عن رأيه ونؤكد أنه رجاء بدون أي ألفاظ نابية بدون أي تجاوز معنا كمال من كركوك تفضل كمال أستاذ عمر السلام عليكم أهلا وسهلا بك وعليكم السلام ورحمة الله أستاذ عمر هاي منظومة الفساد تأسست بالعام 2006 نعم الأسل شلون؟ نتيجة طبيعية لهذه المنظومة مال الفساد هي تسريب الأسئلة الامتحانية. نعم. عن حرق صناديق الاقتراع لا تذكر بال 2018 مخازن الكرخ. نفس الشيء اليوم تسريب الأسئلة الامتحانية. فهاي نتيجة طبيعية لهذا الفساد ولهذه المنظومة اللي تأسست بال 2006 ولحد الآن. ولسه بالقادم قبل من الايام راح نشوف شغلات ربما اكثر من هذه لانه حتى ردة فعل وزير التربيه طبيعيه جدا وكانما حاله عاديه جدا مو اسئله امتحانيه ويفترض انه حتى رئيس الوزراء ووزير التربيه استقيل نتيجه هذا الحدث نعم. يطلع يصرح لي والله مو موظف كبير الحارس هو اللي سرب الاسئله طيب ما هو شنو شغلك انت شلون وزير يعني نعم شكرا جزيلا شكرا لك أخي العزيز نذهب إلى ملف آخر أفاد مصدر
أمني باعتقال الميليشياوي نبيل جعفر جاسم الخزعلي مسؤول ما يسمى التوجيه العقائدي في ميليشيا العصاب. وأوضح المصدر الأمني بأن الخزعلي قام برفقة مسلحين اثنين بالسطو على محل لبيع الهواتف المحمولة في منطقة بغداد الجديدة شرقي العاصمة بغداد، وبين بأن عملية السطو حدثت أثناء غياب صاحب المحل أثناء تناوله الغداء ووجود طفل داخل محل بيع الهواتف لإدارته. تم تكميم فم الطفل أثناء سرقة المحل وإشهار المسدس على رأسه. دعونا نتابع ما رصدته كاميرا المراقبة وصور نبيل الخزعلي الميليشياوي في ميليشيا العصائب وهو مع قيادات الميليشيات كذلك. دعونا نتابع هذه الصور. هذا الشخص الذي سوف نشاهده بعد قليل وهو يرتدي العمامة ومسلح في ميليشيا العصائب، يتحدث في البداية مع طفل وبعد ذلك يقوم بإخراج مسدس من هذا الكيس الأسود، يطلب من الطفل الالتزام بالسكوت، ويقوم الشخص الآخر بأخذ هواتف نقالة ووضعها في الكيس. يريد هذا الشخص نبيل الخزعلي يريد أن يقوم بلف شريط لاصق على فم الطفل. الطفل يستغيث ويصرخ. هذه صورة نبيل جاسم. هذه الصورة سابقة له وهو معمم ومن خلفه هنا مع هادي العامري ومع قيس الخزعلي وهو يرتدي العمامة. صورة أخرى انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي. هذه الهوية لنبيل جاسم الخزعلي، الصفة أستاذ ورقم الهوية 017، تاريخ الإصدار 2/1/2021، تاريخ النفاذ 2/1/2022، الحوزة العلمية مركز الحجة القائم للدراسات الإسلامية والاستراتيجية. هذه كذلك صورة انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي. هذه الصورة أثناء إلقاء القبض على نبيل جاسم بعد عملية السطو على محل الموبايلات الهواتف النقالة. طبعا تفاعل العراقيون مع هذه الحادثة وكانت يعني هناك تعليقات وتغريدات كثيرة حول هذا الموضوع. صلاح أحمد الخالد قال لعد شعبالكم، هم ذولا أتباع الحشد كما يقول، لم يمر بتاريخ العراق زمن أو حقبة أتعس من هذه السنين التي نعيشها اليوم، سنين انقلبت جميع الموازين مع الأسف الشديد، وصل العراق بلد الحضارات إلى هذا المستوى. حيدر الفيصل قال مسؤول التوجيهات الدينية في العصائب ويضحك، يقول راح وقت المصافي، يقصد مصفى بيجي، رجعوا على سامسونج، يقصد هاتف سامسونج. محمد إبراهيم علق وقال قبله أسياده قاموا بما هو أعظم وأسوأ، مكنوا الفاسدين والسراق في التسلط على رقاب الناس، فسرقوا العراق ونهبوا خيراته وضيعوا حاضره. أما أبو نصير الميالي فقال ما هذا الإجرام الذي لن يشهد له التاريخ المعاصر مثيلا يا عراق. طبعا نستقبل اتصالاتكم أعزائي المشاهدين حول هذا الملف، ملف نبيل جاسم نبيل جعفر جاسم الخزعلي مسؤول ما يسمى التوجيه العقائدي في ميليشيا العصائب، وكما شاهدنا كيف يقوم بعملية سطو مسلح على محل فيه طفل ويقوم بتكميم فم الطفل وسحب مسدس على رأسه وبعد ذلك يلوذ بالفرار ومن معه ويتم إلقاء القبض عليه. ونشر عراقيون هذه الصور وهو برفقة هادي العامري زعيم ميليشيا بدر وبرفقة قيس الخزعلي زعيم ميليشيا العصائب، وكذلك هوية نبيل الخزعلي بصفة أستاذ متخرج من الحوزة. هذا ما نشره العراقيون على منصات التواصل الاجتماعي، وعرضنا لكم ما قاله بعض العراقيين حول هذه الحادثة. نعم،
دعونا نذهب إلى ملف آخر من ملفات اليوم ونتجه إلى محافظة النجف. قام أحد مواطني محافظة النجف بزيارة منزل المهوال المعتقل بتهمة تمجيد النظام السابق من أهالي قضاء المشخاب في محافظة النجف. انتقد في وقتها الواقع المزري للقضاء مما يواجهه هذا القضاء من شحل المياه ليبين الفقر المدقع المواطن الذي زار أسرة الذي تم اعتقاله. بين الفقر المدقع الذي يعاني منه رب الأسرة المهوال ونفيا لما تناقله البعض بأنه مدفوع بأموال خارجية. دعونا نتابع ما قاله هذا المواطن النجفي. هذا البير اللي قاعد يطلع بيه ماي الأطفاله، الأمة والأبو والأطفاله، هذول أطفاله وهاي بنيته. ذنب علاء الوحيد بأنه طالب بحقه بعفوية، لا عمالة ولا دعم خارجي ولا ارتباطات خارجية مثل ما سوق البعض، وراح نراويكم بيته وواقع المأساوي. هاي بنيته، هاي بنية علاء. لو علاء عنده دعم خارجي كان اشترى نعال البته. هذا النعال طني يا ابوي، هذا نعالها، هذا نعال بنت علاء. يسوى السياسيين الفاسدين اللي تآمروا على علاء، اللي اجوا وطالبوا العلاء، واللي استغلوا علاء باسم القدسية وباسم حقوق المكون. هذا نعال بنيته وهاي بنته المسكينة. وين دعم علاء الخارجي مثل ما تروجون؟ هاي بنته وهذا بنيه، وبعد عنده اثنين بنات ميتات من الفخر. هاي قاع علاء، هذه وين قاع علاء؟ قالكم علاء اريد اعيش، حفر بير الاطفال وهاي قاعه صبخه. ذنب علاء الوحيد بان نضحك عليه باسم القدسيه وباسم حقوق الشيعه وباسم محررين القدس. هذا قبالكم، هذا قبالكم. هاي قاع علاء بوره وصبخه وحماده. هذا بير علاء منك، وهذا الطبر مال حلال علاء. هذا علاء ذنب الوحيد، راد هذا الطبر بيميه. نعم، تفاعل الجمهور العراقي حول هذا الموضوع من خلال التعليقات على هذا الفيديو الذي انتشر على منصات التواصل الاجتماعي في العراق. محمد علق وقال: الديمقراطية في العراق هي ألا تتكلم ولا تنتقد ولا تشتكي مهما فعلوا بك، وأما غيرها فالويل لك. أما محمد فقال: هو هذا شغل قواتنا الأمنية، يقول قدرتهم بس على الفقرة والما عندهم ظهر. أما علاء فالح فيصل قال: لو بالأحزاب ما لهم دخل به. أما محمد فقال: العملاء للدول يفترون بطولهم وبالحكومة وجاي يدافعون عن دول غيرهم، والعراقي إذا طالب بحقه يعتقلوا. نعم، معنا اتصال أبو محمد من السماوة. تفضل أبو محمد، أهلا وسهلا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. سلام. يا أهلا بك، أهلا وسهلا. بالنسبة لقضية الفلاح العراقي اللي هو من أهل النجف، اللي هو كان يمجد، اتهموا انه يمجد النظام السابق وكذا. انا الشخص هذا هو لو اكيد هو عقد مقارنه بين وبين النظام الوطني السابق وبين هذا النظام مثل الاحزاب الحاكمه في الوقت الحاضر، ولو ما يحس اكو مأساة عنده واكو امور دفع لهذا الشيء، ما شعر ومجد النظام وسوى هذه الهوسه للنظام السابق. نعم، اكيد استاذ عمر اكو فرق كبير جدا بين نظام الوطن السابق وبين الحقبه اللي هو في وقتها تكلم في جزئيه المياه. نعم. والخدمات، يعني يتم. نعم. اعتقاله من قبل الامن الوطني وتجريمه بحسب ماده احد المواد القانونيه التي تحظر يعني حزب البعث. هو يعني كان مبين من الرجال من القى الشعر كان ضايج من الوضعيه، فقارن بين وضع الخدمات بغض النظر عن النظام السياسي. يعني هسه انت لما تجي تقارن باي نظام مو بالعراق بغيرها، تقارن مثلا خلينا نقول مثلا الرخص او تقارن الخدمات بين نظام سابق وبين نظام حالي، هذا لا يعتبر بحد ذاته هو تمجيد، بل هو مقارنه، دا يقارن الرجل. نعم.
هم تمام انه ينجز النظام الشرعي وصار هذا التمجيد فد كفر عند العراقيين بظل الديمقراطيه اللي هم اجوا بها وقالوا احنا عم ديمقراطيه وتعدديه احزاب وكذا. زين هو لو موفرين له مي وخدمات يطلع ويلقي هذا الشعر الغاضب على هذا النظام السياسي؟ لا ابدا ابدا استاذ عمر. هو حتى صور بيته يعني انسان فقير جدا. نعم. وما عنده حتى يملك اي شيء. واتهموه تهم بارتباطات بالجهات الخارجيه وكذا واتصالات ويا حزب البعث وكذا كذب كذب. نعم. لكن السؤال هو استاذ عمر انه الاحزاب اللي هي محظوره من المشاركه بالسلطه هسه حتى بالبلدان الديمقراطيه والبلدان اللي كانوا عايشين بيها البلدان الاوروبيه نشوف احنا الحزب النقدي اللي هو حكم المانيا فتره من فترات وايضا اتهموا بجر انقاذ الحرب العالميه الثانيه. نعم. وارتكب الفضاء نشوف الحزب النقدي لحد الان يمارس حريته رايه والقسم عندهم كبير موجودين بالولايات المتحدة الأمريكية اللي هي تدعي نفسها أم الديمقراطية. نعم. فيعني شو الغيظ وشنو القدر من الشخص إذا هو يريد يعني الحزب السابق مثلا أو النظام السابق بشيء أنه في ظل أنه هم سووا شيء حتى يمحوا هذا الشيء. نعم. اللي ناس تفكر به لحد الآن. الناس تفكر كلها بمقارنة مو بس الفن ابن النجف يفكر بهذه المقارنة. نعم. كل يومية احنا نسمع هذا الكلام وكل يومية وكل نعم. لحظة وكل دقيقة حتى الأطفال اللي هي عاشت بعد الثلاثة ولدت يسألون يقولون شنو هذا النظام وليش وكذا وصار عندهم حب استطاعة وقاموا هم يرددونه وحتى شوف أنت يعني أطفال نعم. المراهقين يعني يذكرون النظام السابق وحفظوه كله بسبب من؟ بسببهم هم بسبب أبعادهم شدت غزة الفعل العكسية. نعم أبو محمد من السماوة كان معنا أبو وليد من بابل. تفضل أبو وليد. أبو وليد يا ريت تسمعنا من التلفون مباشرة وتنص التلفزيون للأخير حتى نفهم عليك. نصينا التلفزيون عيني أبو وليد. تسمعني أبو وليد؟ اسمعني من التلفون أبو وليد. تسمعني؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. شلونك أستاذ؟ يا هلا بيك حياك الله. تفضل. لا هذا موضوع. الله يسلمك. هاي موضوع إنه التمجيد الأسباب الحقيقية ولا بيجي أسمعك أسمعك. تفضل. ها عين يا أبو وليد أسمعك بس عوف التلفزيون نصي للأخير اسمعني من التلفون هسا اسمعني أسمعك أسمعك القصة النظام السابق قصة وين حاكمين هسا قصة شلون وقف ضد تصدير السواد الإيراني هسا نعم في الموضوع سياسة إيران إيران عندها عداوة ويا النظام السابق أنت معروف العداوة إنه بدر أكو عندهم قانون ودستور إنه تصدير الثورة إلى العراق النظام السابق النظام الوطني السابق وقف وحارب الزحف الغزو الإيراني فهم يكرهون على هالأساس لا. وكل شيء هو من اجل ايران حتى هسه هذا قانون مال هذا الامن الغذائي بندر مسجول ليش دخلوا؟ ليش؟ دخلوا مسجول لانه 3 مليارات الايران في 3 مليارات الايران راح يتحول بحجه هذا نعم أنا أشكرك أبو وليد من بابل كان معنا وردنا عبر خدمة أنترا التي توفرها قناة الرافدين لمشاهديها الأعزاء ويصوروا ما يشاهدونه حولهم من أحداث في العراق وإرساله هنا عبر خدمة أنترا لعرضها على برنامج صوتكم وصلنا مقطع من أهالي منطقة المشروع بمحافظة بابل يناشدون الجهات المعنية يناشدونهم بتوفير الأمن نتيجة الخروقات الكبيرة حيث تقريباً
تعرض أحد وجهاء المنطقة إلى عملية اغتيال فاشلة من قبل مجموعة مسلحة مجهولة الهوية قادمة من بغداد وبأسلحة حكومية بالقرب من إحدى السيطرات التابعة لقيادة شرطة بابل. فلنتابع. بس نريد نطالب مصطفى الكاظمي، نطالب وزير الداخلية، وزير الدفاع أن يضعون حد لهاي المشاكل إيش قاعد تصير. يعني ينزل عليك بسلاح الدولة ليش؟ يعني أنا هسا هذا ابني وياي راد يقتلوني أنا وابني، ليش؟ شنو اللي مسوينه إحنا؟ شنو مسوين احنا؟ اي تسوق مسواق، احنا بابة عرب، يجيب غاز يجيب مسواق لهله، تعرضوا بالشارع، جت سياره رون سايد الن ترى بيضه، حولوا عليه باسلحه، قطعوا الشارع عليه، يقول له اقتله اقتله. يعني شنو هذا اقتله؟ هذه الخروقات الامنيه، المواطن اليوم البسيط مو اللي ما يمتلك سلاح ولا عنده سلطة، يجي رجل الأمن اللي هو مسلح بصفته يدعي مخابرات استخبارات شرطة ضابط مركز ما عارفه، يستغل منصبه ومسدسه مال الدولة مو، ويريد يتهجم، يريد يقتل اللي هو أخوي أبو سجاد بالمشروع وشهود أهل المشروع، ولو ما الشرطة مو يلزمونه ها ما نعرفه منين يقتل ويمشي زين، وجايين من جهة بغداد هم وسلاح، اللي ملزوم هسه يدعي ضابط المخابرات والثاني ضابط مركز الخنساء ببغداد ومسدسه وياه موجود حاليا بالمركز، وذولاك البقية شردوا. إلى فقرة الهاشتاج، أصدر مرصد آفاد تقريرا بعنوان تفاقم أوضاع نزلاء سجن التاجي، موت بطيء وابتزاز للعوائل. وقال مرصد آفاد الحقوقي العراقي بأنه وثق انتهاكات تعرض لها المعتقلون في سجن التاجي شمالي العاصمة بغداد على مدار الأشهر الخمسة الأخيرة من العام الحالي 2022. وأضاف المرصد بأن أوضاع حقوق الإنسان في هذا السجن سجلت انحدارا خطيرا نتج عنه ارتفاع معدلات الوفيات وحالات الابتزاز المالي، دون أن تظهر من الحكومة أي بوادر لمراجعة الأوضاع فيه، برغم وفاة ما لا يقل عن 42 معتقلا خلال الأشهر الخمسة الماضية، بينهم من تتراوح أعمارهم من 20 إلى 36 عاما ولم يكن لهم أي تاريخ مع الأمراض المزمنة. كما وثق مرصد آفاد من خلال إحدى الإفادات تورط نائب مدير مجمع سجن التاجي أحمد جعفر وعدد من مساعديه بعمليات إدخال مادة الكريستال المخدرة للسجن وبيعها على النزلاء بشكل دوري، إذ يتم إدخال الممنوعات دون تفتيش بسيارة المسؤول بالسجن من خلال باب الموظفين. ورغم اتخاذ وزارة العدل قرارا بنقل أحمد جعفر من السجن بسبب تصاعد الشكاوى ضده، إلا أن ذلك استمر لمدة شهرين فقط قبل أن يعود على رأس عمله مجددا بدفع من فصيل عراقي مسلح بارز بحسب مرصد أفاد. كما وثق المرصد عمليات فساد جديدة تتضمن بيع قاعات المنام على النزلاء بحسب القاعة التي يتوفر فيها تكييف أو كونها الأقل اكتظاظا بالسجناء، أو تلك التي تكون مواجهة للشمس وقريبة من الجناح الإداري الذي يسمح بتوفير المكالمات الهاتفية للنزلاء من خلال الحراس والموظفين لقاء مبالغ مالية. انتشر على منصات التواصل الاجتماعي واسم سجن التاجي موت بطيء، غرد عليه عراقيون وصحفيون وناشطون بعد هذا التقرير من مرصد أفاد. الصحفي العراقي زياد السنجري غرد وقال: السجون العراقية تشهد أحداث ومجريات وقصص تشيب لها الولدان، قمع وابتزاز وتنكيل وتعذيب واعتداءات بحق النزلاء، منهم سجن التاجي الذي تفاقمت به الأمور إلى حد لا يطاق. الباحث العراقي مجاهد الطائي هو آخر غرد وقال: معظم السجون العراقية لا تقوم بوظائفها الصحيحة، وبعضها يقوم بتحويل الأبرياء الذين يتم اعتقالهم بدون تهمة إلى أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة
أو يخرجون على شكل جثث أو يصبحون مادة للابتزاز وتجارة المخدرات، وإلى الآن لم يتحدث أي مسؤول عن الملف وكأن الجميع راضي عنه. أحمد قال ممكن أن تدخل المنفى بسبب تشابه أسماء أو وشاية أو وشاية مخبر سري أو لأسباب كلها باطلة وتبقى في المنفى لسنوات طويلة ولن تخرج منه إلا ميت وجثتك مشوهة أو معاق ومصاب بأمراض مستعصية وبعد فترة تموت. الباحث والكاتب العراقي حسين صالح السبعاوي قال السجون العراقية مقبرة الأحياء، سجن التاجي أمموذجا، سجن التاجي موت بطيء. نعم، معنا اتصال أبو عبد الله من أربيل، تفضل أبو عبد الله. أم علي من بغداد، تفضل يا أم علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. تحيات الحضر. أهلا وسهلا. كين البطلة؟ يا هلا بيش. نعم. أستاذ عمر، أكو حديث للرسول عليه الصلاة والسلام عليه وسلم إنه اللي والله أعلم اللي دون وراء 40 شخص والله أعلم تغفر ذنوبهم. إحنا حاليا أستاذ حاليا إحنا علينا دا نشوف بالإعلام نشوف بالإعلام من دا يطلعون بالشارع. أم علي انقطع اتصال مع أم علي وانتهى وقت البرنامج. أعزائي المشاهدين شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.